أسعد الله صباحكم بكل خير، موجز لأهم وآخر الأنباء من قناة السعودية، أهلا بكم. صدرت الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري في دورته الثالثة، وقد ضم التشكيل الجديد لمجلس الإدارة كفاءات وطنية ودولية رائدة في التحكيم المؤسسي والشرعي والقانوني وقطاعات الأعمال. وبهذه المناسبة رفع رئيس مجلس الإدارة الدكتور وليد أبانمي باسمه وأعضاء المجلس عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله على الثقة الكريمة، سائلا الله التوفيق في هذه المهمة وتحقيق تطلعات في المركز ورسالته السامية. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله. وقال الملك المفدى: علمنا بنبأ وفاة الشيخ حمدان بن راشد المكتوم رحمه الله، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالغ التعازي وصادق المواساة لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون. وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة مماثلة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله. كما أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله اتصالا هاتفيا أمس بصاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن خالص عزائه ومواساته لسموه في وفاة شقيقه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم رحمه الله، سائلا الله أن يتغمد الفقيد برحمته ورضوانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وقد عبر سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في الفقيد، داعيا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ولا يريه مكروه. بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله. وقال سمو ولي العهد: تلقيت نبأ وفاة الشيخ حمدان بن راشد المكتوم رحمه الله، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة مماثلة لصاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله. اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في نيوم أمس مع معالي مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي. وفي بداية الاجتماع رحب سمو ولي العهد بمعالي وزير الخارجية الصينية في زيارته الحالية للمملكة،
كما نقل معاليه تحيات فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية لسمو ولي العهد، فيما حمله سموه تحياته لفخامته. وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات السعودية الصينية ومجالات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتطويره في مختلف القطاعات. كما تناول الاجتماع بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. تجاوز عدد جرعات لقاح فيروس كورونا في المملكة أكثر من 3,600,000 جرعة، ووصلت نسبة الجرعات المعطاة أكثر من 10%. ويأتي هذا الإقبال الموسع من المواطنين والمقيمين كافة نظير الجهود التي تقدمها وزارة الصحة، خاصة اعتمادها الأخير لتمديد أوقات العمل على مدار الساعة في أغلب مراكز اللقاحات التي تجاوزت أكثر من 500 مركز. وتجدد وزارة الصحة في هذا الصدد دعوتها للجميع بالمبادرة بأخذ اللقاح من خلال تطبيق صحتي والاستفسار عن ما يتعلق باللقاح على مركز الاتصال الموحد 937. إليكم آخر إحصائيات فيروس كورونا في المملكة التي أعلنتها وزارة الصحة مساء أمس. في ختام الموجز نذكركم بالتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية، فهي طريقنا للتصدي لفيروس كورونا. إلى اللقاء.